وبعد أن عرفنا المقياس الصحيح لاختيار الزوجة، فما المقياس الذي وضعه الإسلام لاختيار الزوج؟ من المعروف أن المرأة قبل الزواج كانت تتمتع بقدر كبير من الحرية، حيث كانت تحت رعاية أهلها، أو كانت ترعى نفسها وكانت غير مسؤولة عن غيرها، لكنها بعد الزواج أصبحت حريتها مقيدة ومسؤوليتها كبيرة نحو زوجها ونحو أولادها، ومن هنا كان عليها أو على ولي أمرها أن يختار لها زوجا يسعدها أو يقلل من متاعبها ويحفظ لها كرامتها. وقد روى عن السيدة عائشة أو السيدة أسماء وهما ابنة أبي بكر الصديق أنها قالت: النكاح رق، فلينظر أحدكم أين يضع كريمته. وجاء هذا القول من واقع نظرة العرب للمرأة والأفكار القديمة المتوارثة عنها. وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم الأزواج بالإحسان إلى الزوجات مشبها لهن بالرقيقات، فقال فيما رواه الترمذي وقال حسن صحيح: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني كالأسيرات. والمقياس الصحيح في الإسلام لاختيار الزوج بعد الاطمئنان على قدرته على الإنفاق والرعاية، المقياس الصحيح هو الدين والخلق. ففي حديث مقبول: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إن الزوج التقي كما يقول الحسن البصري: إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. ومن أجل هذا كان الصحابة والسلف الصالح يبحثون عن أزواج صالحين لبناتهم، ويعرضون عليهم الزواج منهن دون حياء. ففي البخاري أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة، أي صارت لا زوج لها، عرضها على عثمان ليتزوجها فلم يجده مستعدا للزواج، ثم عرضها على أبي بكر أيضا فلم يرد عليه، لأن أبا بكر علم أن الرسول قد تحدث عنها يريد زواجها. إن النبي صلى الله عليه وسلم زوج عثمان بن عفان بنته رقية، ولما توفيت زوجه أختها أم كلثوم، وقال له: والذي نفسي بيده لو أن عندي 100 بنت يمتن واحدة بعد واحدة زوجتك أخرى. وينبغي أن يكون الزوج مع تدينه متناسبا معها في السن، لأن الفجوة في السن لها أخطارها. اللهم إلا إذا رضيت هي بمن يكبرها كثيرا لمزايا طيبة فيه، وكانت هي على خلق وعفة، كما رضيت نائلة بزواج عثمان ابن عفان على كهولته لأنه أثنى عمره في خير ما يثنى فيه العمر. كما ينبغي أن يكون الزوج غير دميم الخلقة أو فيه عيب منفر. ذكر الجوزي في كتابه آداب النساء حديث الزبير ابن العوام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى ابنته فيزوجها القبيح الدميم، إنهن يردن ما تريدون. وأثر مثل ذلك عن عمر. ولما شكت امرأة ثابت ابن قيس الصحابي شكت دمامته إلى الرسول، أجاز لها أن تختلع منه، أي تطلق، وأن ترد إليه المهر الذي دفعه إليها. هذه هي أهم المقاييس التي تراعى في من يتقدم للزواج من امرأة، والحذر ثم الحذر من تطلعات أخرى عند فتيات العصر في من يريد الزواج منهن،
لأن الواقع يحكم علينا ألا نتمادى مع الخيال في فتى الأحلام، حتى لا يكون في هذا التمادي ضرر ينعكس عليهن بما لا نحب أن يكون. والله أعلم.